السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور. طيب يا جماعة، أخباركم إيه؟ الحمد لله بخير. أخباركم بخير دكتور. يا رب دائما. طيب خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض إخواننا النهاردة إن شاء الله بموضوعنا اللي هنتكلم فيه تحديدا هيكون عن النيوتريشن في مرحلة أو أثناء مرحلة الانفانسي والتشايلود اند ادوليسنس، اللي هي مراحل الطفولة بشكلها المختلف. دكتورة البرزنتيشن هيكون في آخر المحاضرة يعني؟ آه إن شاء الله، السيشن الثانية غالبا بأمر الله تعالى. تمام دكتور. إن شاء الله. نبتدي كلامنا في البداية. الانترودكشن كالتالي، لما بنتكلم عن مراحل الشايلدهود يا جماعة بيكون بتتسم تلك المراحل بتقسيماتها الفرعية المختلفة، بأن هي فيها جروس، يعني فيها من النمو اللي بيحدث للشخص في تلك المرحلة، ولكن بيختلف الريت الجروس ريت من مرحلة فرعية لمرحلة فرعية أخرى. ففي normal growth of individual children varies، يعني عموما في نمو بيحصل للطفل وبيختلف طبعا من طفل الآخر زي أي طبيعة أي اختلاف بين الأفراد، ولكن بتشتهر تلك المراحل بأن فيها growth، ومراحل منها خصيصا فيها growth rate بيكون أسرع. طيب يعني إيه لما نيجي نتكلم عن growth؟ يعني بنتكلم على أن الphysical measurement بتختلف، الفيزيكال ميجرمنت للطفل بتختلف. تمام، هو كان مولود بوزن معين، بعد كام شهر من ميلاده او من ولادته وزنه هيتضاعف، عند 6 شهور هيبقى 3 اضعاف عند تمام السنه الاولى من عمره. طيب هو مولود بطول معين، الطول ده هيختلف وهكذا. يعني بنتكلم في القياسات البدنيه اجمالا، محيط الراس، محيط الصدر، محيط الجذع، كلها قياسات بدنيه ليها علاقه بالطول والوزن و القياسات الأخرى المختلفة. طيب human growth and development require both nutritional and psychosocial support. العملية دي، عملية growth development، هي محتاجة nutritional requirement معينة، مش بس كده، كمان عشان عمليات النمو والتطور تحصل بالشكل الطبيعي محتاجة دعم آخر كمان، سواء كان على المستوى النفسي أو على المستوى الاجتماعي. Variety of food pattern and habits supply energy. طبعا الأطعمة والعادات الغذائية، النماذج الغذائية أو العادات الغذائية اللي هو القائمة على التنوع طبعا، أو النظام الغذائي تحديدا اللي قائم على فكرة التنوع من العناصر الغذائية المختلفة، ده شيء كتير مهم. And the nutrient requirements of normal growth and development. Also basic nutritional needs change with each growth phase. طبعا احنا اتفقنا ان في جراس لكن باختلاف من المرحله الاخرى داخل فتره الطفوله عموما او في محيط فتره الطفوله الجراس ريت بيكون اسرع او مختلف. لايف سايكل، هي دي دوره الحياه اللي بنتكلم فيها. النورمال هيومن سايكلز فولو فور جنرال ستيجز اوف اوفرول جراس with individual variance along the way. يعني دورة حياة الشخص أو الفترات اللي بيمر بيها أو المراحل العمرية هي عبارة عن 4 مراحل، بنتكلم بالنسبة للطفولة فقط. أول مرحلة الانفانسي اللي هو الطفولة المبكرة، علماء النفس قالوا الفترة دي معناها اللي هو من سن 0 لغاية سنة أو سنة ونص، يعني 12 أو 18 شهر. تمام، يبقى أول ما أقول انفانسي اللي هو طفل الطفولة المبكرة، أنا عندي أول ما بتولد بيكون نيوبورن. نيوبورن اللي هو من 0 ل 28 يوم، اللي هو اسمه طفل حديثي الولادة. أما عمر السنة كامل أو السنة أو السنة ونص، يعني يا 12 شهر يا 18 شهر، ده معناها فترة الإنفانسي، والشخص طبعًا بيبقى إنفانت اللي هو طفل لسه إيه في بداية حياته، يبقى دي الطفولة المبكرة. تمام؟ طب إيه اللي بيحصل؟ الجراس اللي بيحصل؟ بيحصل إن الوزن بيتضاعف عند نص السنة الأولى من عمر الفرد. يبقى الجروس is rapid during the first year of life. يبقى معدل الجروس بيكون سريع، يبقى أول مرحلة بيكون فيها الجروس ريت بيكون سريع هي فترة الانفانسي، بدلائل إنه الويت بيبقى دبل
البيرس ويت يعني الوزن اللي اتولد بيه الطفل، هنفترض اتنين، احنا قلنا من اتنين، اتنين ونص، تلاتة، تلاتة ونص، هنفترض ان هو اتولد 3 كيلو مثلا، يبقى هيبقى 3 الضعف يعني 6 كيلو عند امتى؟ عند سن 6 شهور، عند اول 6 شهور من عمره. طب هيبقى تريبل، هيبقى 3 اضعاف، يعني الثلاثه دول هيبقوا 9 عند ايه؟ امتى؟ عند في عيد ميلاده، عند اول سنه من عمره. ده بالنسبه للجراس على مستوى الويت. النمو على مستوى الوزن بيكون اسرع من على مستوى اللينس، الطول. الطول بيكون اقل سرعه شويه. تمام؟ طيب الطول بيبقى، التغير في الطول بيبقى شكله ايه؟ بيبقى شكله لو هو مثلا سي الطفل كان مولود عند في لحظه ميلاده او ولادته كان 60 سنتي، فهيبقى هيزيد النص، يعني هيبقى 90 سنتي بس امتى؟ عند اول سنه او بنهايه اول سنه من عمره. ده بيزيد 50%. طب هيبقى الدبل امتى؟ يعني 60 دول هيبقوا 120 امتى؟ عند الاربع سنين، عند عمر الاربع سنوات. دي التغيرات البدنيه اللي بتحصل في تلك المرحله اللي هي فتره الانفانسي. طيب المرحله اللي بعديها اللي هي الطفوله بقى، اللي هي الاكبر شويه، التشايلد هود، اللي هي بتقع ما بين فتره الانفانسي اللي هي فتره الطفوله المبكره والادوليسنس اللي هي فتره المراهقه. فيها التشايلد هود جروث ريت بيكون سلو، بيكون ابطا شويه، وبيكون irregular، وبيكون بشكل غير منتظم. اذا انا عندي المرحله من مراحل الطفوله كده، عندي الانفانسي فيها جروث ريت بيكون سريع، وقلنا الدلاله على كده او الاشاره لكده قياسات البدنيه من حيث الطول والوزن. وبعدين جايه المرحله اللي بعديها هيكون في جروث، نعم صحيح، ولكن بريت مختلف بشكل ابطا وبشكل غير منتظم. طيب تيجي مرحلة الأدوليسنس، الفترة اللي بعد كده اللي هي مراهقة، اللي هي تمثل بداية البيبرتي، بداية البلوغ، بداية البلوغ. يبقى onset of puberty begins the second stage of rapid growth. دي تاني مرحلة الجروث ريت بيكون فيها سريع. يبقى نقول الجروث ريت بيكون سريع امتى؟ في الانفانسي والأدوليسنس. طيب المرحلة دي بتستمر، بنهايتها بيصل الشخص لحد الماتيوريتي، حقه لشكل النضوج أو لمستوى النضوج. طيب المرحلة دي أهم ما يميزها زي ما احنا اتفقنا الجروث ريت بيكون فيها سريع بسبب إيه أو إيه التغيرات اللي بتحصل تحديدا؟ في فلودينج أوف سكس هرمون أند إنكريز دلي الجروث هرمون، في فيضان من هرمونات النمو والهرمونات الجنسية. طيب الهرمونات اللي هي الجروث والسكشوال هرمون دي مسؤولة عن إيه بقى؟ نتيجة الفيضان من تلك الهرمونات هينتج عنها أو ينجم عنها multiple and bewildering body changes، هيبقى في تغيرات واضحة جدا في شكل وبنية الشخص، سواء كان شاب او صبيه، يعني سواء كان ميل او كان فيميل. فالمرحله دي مرحله الادوليسنس هي قفزه وشفت بيحصل من ان الشخص كان قبل طفل كده ببنيان طفل، بنيه الطفل، لفجاه بقى شاب راجل كده لو كان ولد او ذكر يعني، او بنت كده انسه لو كانت صبيه. تمام؟ ايه اللي حصل؟ حصل بيولدرنج، يعني في تغيرات واضحه جدا على مستوى، تغيرات بدنيه واضحه جدا في تلك المرحلة to young adolescent. During من تلك التغيرات اللي بيحصل زي ما احنا اتفقنا على مستوى البنية الشخص، في long bones grow rapidly، تلاقي ايه حصل في استطالة كده او في طول مرة واحدة، حصل انه كان طوله ما اعرفش قد ايه وكان قد كده شكله طفل، فجأة كده بقى شاب، فمعناه انه طول. يبقى في long bones، في اطالة او استطالة للعظام، grow rapidly، طول للعظام. مش بس كده، السكس كاركترستكس او السكشوال كاركترستكس كمان، خصائص الجنسيه كلها تبتدي، لان هو خلاص اوريدي وصل ابتدى البيوبرتي، وبنهايه الادوليسنس مرحله الادوليسنس وصل لحد الماتيوريتي، فابتدت الشكل يتغير من حيث الملامح الجنسيه كلها، اند فات اند ماسل سيميس كمان بقى ايه، واخد بنيته بقت مختلفه من ناحيه الكتله العضليه والدهنيه، بلها زادت increased. دي شكل ايه؟ شكل عام او شكل سريع للتغيرات او الوضع اللي بيحصل او التغيرات اللي بتحصل في المرحله دي. طيب بعديها بقى بندخل في مرحله الشباب اللي هي او البلوغ اللي هي الادلتهود.
المرحله دي خلاص with physical maturity comes the final phase of a normal life cycle physical growth level of during adulthood and then gradually decline during old age. خلاص هو المفروض ان الشخص بنيه الشخص اكتملت خلاص البراز اكتمل طيب وصل لمرحلة البلوغ دي أو مرحلة الشباب خلاص يبقى شكله أو بنيته بقت الشكل النهائي ليه طيب لو ربنا اداله من العمر وكبر أكتر أو وصل لمرحلة الأولد إيج اللي هي مرحلة الشيخوخة اللي هيحصل هو مش هيحصل براز خلاص مش هيبقى فيه مزيد من البراز ولكن هيبقى هياخد اتجاه تاني الكيرف العكسي ديكلاين هيبتدي بعد كده شكله يتغير هيبتدي يحصل يبان عليه علامات الشيخوخه والفيسيولوجيكال تشينجز اللي مرتبطه بيها. طيب ده كان كلامنا عن الجانب الجراس، اما الجانب اللي هو الديفلوبمنت هو ايه اللي بيحصل بقى؟ ان انت السايكو سوشيال ديفلوبمنت لاست لايف تايم، القدرات الذهنيه، التطور اللي بيحصل للشخص، اكتسابه مهارات اجتماعيه، الجانب النفسي، كل خبرات، تجارب في الحياه، الامور دي كلها الأمور دي كلها مستمرة مع الشخص من أول ما بيتوجد في الدنيا إلى أن يرحل عنها ملهاش سقف زمني معين يبقى إذن الجراس له ليميت الجراس له ليميت من حيث العمر بتاعنا إحنا وصلنا لمرحلة خلاص وصلنا لحد الماتيوريتي وشكلنا بقى وصل يعني أو البنيان بتاعنا وصل للحد أو الشكل النهائي لكن عملية بقى إن إحنا طول ما إحنا عايشين عملية ندخل من تجربة لتجربة أخرى بنكتسب قدرات بنكتسب مهارات بيحصل لنا نوع من التطور على مستوى الجانب النفسي والاجتماعي الآخر القدرات الذهنية والمعرفية كل هذه الأمور هي مستمرة مع الشخص طول ما هو عايش individual growth rate في معدل الجراث زي ما اتفقنا general measures of growth in children relate not only to physical development but also to mental. القياسات بقى القياسات ليست لها علاقة أو الجراث ما هوش له علاقة فقط بالجانب البدني لا ده كمان في الجانب المنتال زي ما احنا اتفقنا الايموشنال الجانب العقلي والانفعالي والعاطفي والسوشيال الاجتماعي والكالتشرال الثقافي كل هذه الجوانب بتتغير بانتقال الشخص من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية أخرى. كما اجي اتكلم بقى عن القياسات البدنية فقط فهي المقصود بيها الويت الفيزيكال جراس ان تشيلدرن انكلود للويت الوزن هايت الطول البادي ميجرمنت القياسات الأخرى زي ما اتفقنا محيط الرأس والصدر الجزع وهكذا. كمان من الدلائل الجراس الجنرال ساينس اوف هيلث العلامات العامه العلامات والاشارات العامه اللي تفيد ان الشخص سليم ان الشخص لا يعاني من مرض صحي اللابوراتوري تيست الفحوصات اللي بيعملها التحاليل اللي بيعملها من منطلق المتابعه متابعه الاسره ليه والوضع بشكل عام اللي هي المتابعه الدوريه تفيد تلك الفحوصات انه لا يعاني من مشكله صحيه معينه. And general eating habit داخل كمان في مبشرات الجراس عادات الشخص الغذائيه. العادات الغذائيه تفيد ان هو فعلا الوضع بالنسبه له مناسب وسليم ولا لا. طيب ثواني بس يا جماعه. اما الجانب السايكوسوشيال فاتفقنا احنا بنعرف ان الشخص على مستوى الجانب الذهني والمعرفي والعاطفي الجانب الاخرى بقى والجانب الاجتماعي والثقافي كل الامور دي كلها وضعه فيها سليم ازاي من خلال عده اختبارات يعني لما نيجي نقول لمستوى الاي كيو لا في اختبارات معينه بيقوم بيها السايكولوجيست اخصائي نفسي في اختبارات بيقوم بيها السوشيال وركر وهكذا في اختبارات ستاندرد بتقيس لي قدرات الفرد الذهنيه والمعرفيه في اختبارات اخرى بتشوف الثبات الانفعالي في اختبارات ليها علاقه باكتساب الفرد او اكتساب الفرد مهارات اجتماعيه وثقافيه وهكذا يعني المؤشر عندنا لهذه الجوانب هو ان الفرد بيخضع لاختبارات على حسب نتائجها وتفسيرها تفيد ان هو في الاطار السليم ولا في مشكله. طيب
لما اجي اتكلم عن الاكل، عن النيوتريشن، عن الغذاء، طب ايه علاقته بكل اللي انا بقوله؟ لان احنا في النهايه عندنا مقوله بتقول ان العقل السليم في الجسم السليم. سلامه يعني صحه الفرد ليست فقط مقتصره على الجانب البدني، لا ده جزء صحه الانسان في العموم، هيومن هيلث في العموم، هي ليها اكتر من دايمنشن، في الجانب الفيزيكال والجانب المنتال والجانب الايموشنال والجانب السوشيال وهكذا. فبالتالي لو في اي خلل في اي جانب هيأثر بالسلب على بقيه الجوانب الاخرى. فاذا الفود ريليتد تو ذيس اسبكت، مساله النظام الغذائي وايه اللي بناكله وازاي والكم والنوع والتنوع وهكذا، كل ده له علاقه مباشره بكل هذه الجوانب اللي اشرنا اليها، سواء كان الجانب الفيزيكال بالاضافه للمنتال والايموشنال والسوشيال والكالتشرال وهكذا. اي سؤال او استفسار يا جماعه؟ اي سؤال او استفسار؟ لا تمام دكتور. تمام يا طيب، زي كالعاده ادينا مقدمه للمراحل دي، وكالعاده بنبتدي نتكلم بقى عن المرحله دي عليها ستريس من اي عنصر. يعني لما نيجي نتكلم بقى على العناصر الغذائيه اللي عليها ستريس في هذه المراحل، هنشوف طبعا الشخص في المراحل دي زي ما اتفقنا اللي هي مراحل الطفوله عموما الى ان يصل لحد البلوغ، هو في جراس وفي جراس ريت سريع في بعض منها. ده يتطلب ايه؟ بيولوجيك كده يتطلب انرجي نيدز، زياده في معدل الطاقه. وما اقول زياده في الطاقه يعني معناها ان يبقى في زياده في عدد او معدل السعرات الحراريه عن الوضع عن اي حد في مراحل اخرى. يبقى demand of energy is measured in calories، ده المعروف. كميه الطاقه دي اللي هي عباره عن السعرات الحراريه اللي احنا بنتزود بيها من خلال الاكل اللي احنا بنتناوله. طيب is relatively large، تاني يبقى demand of energy قدر الطاقه او الحاجه للطاقه relatively large لحد ما ازيد، تمام، during child during the first three years of life children need an average. طب بتتحسب بقى السعرات الحراريه للشخص في المراحل دي ازاي؟ كالتالي، عندي معادله كده حسابيه بيتم فيها عمل التالي. اول ثلاث سنين من العمر، اول ثلاث سنين من العمر بنحسب هو الشخص المناسب ليه من السعرات الحراريه من خلال ضرب 90 من 90، عندي رينج من 90 ل 110 كالوري في او ليه كل كيلو جرام من وزن الشخص، تمام. يبقى تاني يبقى بتحسب توتال السعرات الحراريه بشكل يومي من خلال المعادله التاليه، ان بنضرب الوزن بالكيلو في معدل من او في رينج من 90 ل 110 سعر، بيطلع لي قيمه. هي دي القيمه اللي هي ايه؟ اللي هي مطلوبه لي او كمعدل سعرات حراريه يوميه تناسب الشخص في اول ثلاث سنوات من عمره. تو سبورت رابيد جروث، لان في المرحله دي زي ما اتفقنا الجروث ريت بيكون سريع. This is significantly higher than adult. طيب من 90 ل 110 سعر لكل وزن لكل كيلو من الوزن، ده معناه انه ازيد من احتياج الشخص البالغ. طب احتياج الشخص البالغ بيتحسب ازاي؟ لا بقى، ده انا بقلل الثلث تقريبا، بقول من 30 ل 40، من 30 ل 40 سعر يوميا ضرب كل كيلو جرام من وزن الشخص. طبعا لانه الشخص اللي عنده ثلاث سنين هنشوف وزنه قد ايه، ممكن يبقى وزنه 15 20 كيلو ولا حاجه كده بالشكل ده تقريبا، بينما الشخص البالغ ده هتلاقيه بقى ستينات سبعينات وزن مختلف او خمسينات وزن مختلف. فهنا بالنسبه للطفل اول ثلاث سنين بدرب وزنه بالكيلو في 90 ل 110، بيطلع لي الناتج اللي هو كم من السعرات الحراريه المطلوبه يوميا. بينما الشخص البالغ هو خلاص اوريدي اكتمل عمليه النمو بالنسبه له، فليس بحاجه للمزيد من السعرات الحراريه، بالعكس بيقللها، فبيبقى من 30 ل 40 لكل كيلو مقابل كل كيلو جرام من الوزن. دي القاعده، ده يا جماعه اللي انا بقوله القاعده. However, specific individual، الاستثناء ايه بقى؟ لان احنا ما عندناش حاجه شيء ثابت. الاستثناء ان specific individual في افراد معينين مالهم needs vary with age and condition، احتياجاتهم بيتغير طبقا للمرحله اللي هم فيها وطبقا للظروف اللي هم بيمروا بيها. طيب يبقى اول شيء اسقطنا القينا عليه الضوء او اسقطنا عليه الضوء الانرجي ديماند، مراحل الطفوله المبكره كتيرة عن الشخص الأدلت أو أكتر من الشخص الأدلت.
energy nutrient. طب ايه العناصر اللي هتزودنا بالطاقه؟ of total calorie carbohydrate. اول ما نيجي نتكلم عن energy يبقى اذا بنتكلم عن الدايتري كربوهيدرات. ماله؟ is the main energy source. ده احنا متفقين عليه من البدايه. ده المصدر الاساسي عندي للطاقه. طيب also act كبروتين سبيرر، هو مش بس بيزودني بالطاقه، ده هو كمان بيأمن او بيوفر البروتين اللي مطلوب في المراحل دي ما دام فيها جراس، وجراس ليت سريع اللي المطلوب في المراحل دي وعليه سبوت عالي جدا، لانه المرحله دي مالها بتتسم ان هي تيشو بيلدينج اند مينتيننج. يبقى so that the protein vital for building او tissue building during childhood growth is not diverted into energy need. وبالتالي ما يتوجهش البروتين او ان الجسم يرجع يستخدمه كمصدر للطاقه. فات، الفات is backup energy source. يبقى الكربوهيدرات main energy source. main energy source. مصدر طاقه رئيسي او اساسي زي ما اتفقنا. الفات عنوانه ايه؟ باك اب. نرجع له. تمام؟ And also supply essential fatty acid وما ينتج عنه من عمليات التمثيل الغذائي اللي هي الأحماض الدهنية. طيب مالها دي بقى؟ صفاتها ايه أو أهميتها ايه؟ necessary for growth. يبقى تاني لما نيجي نتكلم عن energy مطلوبة في المراحل دي. طيب ايه الأطعمة اللي هتزودنا بالطاقة؟ خلاص كده احنا مغمضين، لازم نقول الدايتري كربوهيدرات له أهمية. نعم مصدر للطاقة أساسي وبروتين سبيرا. وما ننساش إن الفات هو إيه؟ الباك أب سورس أوف إنرجي. البروتين إحنا ماشيين بتسلسل الإيه؟ النيوتريشنال إليمنت زي ما تم عرضها من قبل. البروتين نيدز إيه احتياج الفرد في المرحلة دي من البروتين؟ أول ما نسمع عن الدايتري بروتين إز ذا فاندمنتال تيشو بيلدينج. أو البروتين وظيفته المين فانكشن أو البيزك فانكشن هو فاندمنتال تيشو بيلدينج سبستانس، مادة أساسية، مادة أساسية لتكوين الأنسجة زي ما اتفقنا أو ظبطي. It supplies essential specific building material بيزودنا بإيه؟ بالأمينو أسيدز فور تيشو جراس وي مينتنس. دايما أقول جراس ومينتنس، تكوين والحفاظ على تلك الخلايا. As a child grows the protein requirement daily gradually decrease. الطفل بيحتاج لبروتين ازيد من الكبير وهنشوف ازاي، ولكن كل ما الشخص بيتقدم في العمر بينتقل من مرحله لمرحله اكبر احتياجه من البروتين بيقل. طيب اول ست شهور من عمر الفرد احتياجه في البروتين وضعه ايه؟ كبير دكتوره. يبقى قد ايه؟ أول سنة أو أول ست شهور من أول سنة بيبقى 2.2 جرام لكل كيلو جرام من وزنه. فاكرين قبل كده لما اتكلمنا في شابتر البروتين احنا احتياجنا منه كناس بالغين وضعه ايه؟ 8.8 بالظبط كده لكل كيلو جرام. لا الطفل ده اللي هو لسه في بداية أول سنة من حياته أو أول ست شهور كمان تحديدا من أول سنة هو احتياج من البروتين بيتدرب ازاي؟ 2.2 ضرب كل كيلو جرام من الوزن. تمام؟ But protein needs of a fully grown adult. لكن احتياج الشخص اللي خلاص اكتملت عملية النمو بالنسبة له، خلاص هو شخص بالغ وصل لحد الشباب أو مرحلة الشباب، خلاص هو كشكل وبنية وهيئة وكل ده اكتمل. قد إيه بقى؟ زي ما اتفقنا 8.1 جرام لكل كيلو جرام من الوزن. اعرفوا الارقام دي. يبقى احنا اتكلمنا عن السعرات الحراريه دلوقتي للشخص في اول 3 سنين من عمره من 90 ل 110، بينما الشخص البالغ من 30 ل 40 في كل كيلو جرام من الوزن. كذلك بالنسبه للبروتين 2.2 لكل كيلو 2.2 جرام في كل كيلو جرام من الوزن للطفل تحديدا اول 6 شهور من عمره، مقابل ان الشخص الادلت اللي اكتمل النمو بالنسبه له بيبقى 8.1 جرام لكل كيلو جرام من الوزن. طيب دي القاعدة. إيه اللي بعد كده؟ A healthy, active, growing child usually eats enough of a variety of food to supply the necessary protein and the calorie for overall growth. يعني الطفل السليم اللي ما عندهوش مشكلة، اللي هو بيمارس حياة طبيعية وبيقوم بأنشطة وهكذا أموره كلها تمام وعاداته الغذائية حميدة ونظامه الغذائي جيد، هو
هو اوريدي من خلال نظامه الغذائي الجيد ده بيتناول عناصر غذائيه المختلفه اللي بتزوده بالبروتين واللي بتزوده بيه والاطعمه اللي بتزوده بيه الطاقه. طيب يبقى اتكلمنا عن الانرجي، اتكلمنا عن البروتين، ننتقل بعديها بالتسلسل كده للووتر ريكويرمنت، احتياج الشخص من الميه او السوائل. ووتر از اسينشال ان نيوتريانت. اول ما نيجي عند الووتر نرفع القبعه ونقول هو ده عنصر غذائي اساسي رقم واحد. رقم واحد تمام؟ حلو. سكند اونلي تو اوكسجين. هو تاني حاجه غير الاكسجين كعنصر غذائي هو رقم واحد، لكن هو تاني مطلب لحياه الفرد فور لايف سيفنج اللي هو بعد الاكسجين. Metabolic needs especially during the period of rapid growth. دايما عمليات الميتابوليزم بتختلف بظروف الشخص. لسه كنا متكلمين في موضوع الاب البريجننت وومن او السيده اثناء فتره البريجننسي وفتره اللاكتيشن الميتابوليزم او الميتابوليك ريت بيزيد. تمام؟ فكون ان الشخص عنده اي مشكله صحيه في وما يصاحبها من اعراض معينه زي حالات الفيفر لاخره الميتابوليك ريت بيزيد وهكذا. فاحنا هنا بنتكلم على المرحله دي او المراحل دي فيها جراس وجراس ريت سريع، فيها عمليات بتحصل، في تغيرات بتحصل، فلازم يكون في عندنا ايه؟ حرق عالي. طب الحرق ده يوميا بيتطلب قد ايه من الميه؟ لتر. لتر. تمام؟ يبقى اذا الميتابوليك نيدز سبيشال ديورنج بيريود اوف رابيد جراس demand adequate fluid intake. ده بيتطلب ايه بقى؟ لاتمام عمليات الميتابوليزم في المراحل اللي فيها جروث ريت سريع بيتطلب الاهتمام بالميه والمزيد من السوائل. An infant require more water than adult. الطفل ده هو محتاج ميه، محتاج يشرب ميه، في اسباب عندي محتاج يتناول ميه، في اسباب يمكن محتاج لها اكتر من الشخص البالغ. تمام؟ في اسباب. ايه هي بقى الراشيونال عندي او السببين المهمين اللي عندي؟ for two important reasons. اول reason عندي ان greater percentage of infant total body weight، الجزء الكبير، الجزء او النسبه الكبيره من تكوين او تركيبه جسم الطفل جزء كبير منها هو من السوائل من الووتر. طيب A large proportion of infant total body weight وجزء كبير من السوائل اللي هي اللي بتمثل لي الجزء النسبة الكبيرة من تكوين جسم الفرد أو جسم الطفل، جزء كبير من السوائل دي خارج الخلية. يبقى تاني، يبقى أنا عندي سببين يخلينا نهتم بإعطاء الطفل مية. لأن أنا بقول أنا ليه بدينه مية؟ لأن هو في مراحل في بداية حياته هو ما بيقدرش يتكلم، ما بيقدرش يعبر عن العطش. هو يستخدم الطفل لغه واحده للتعبير عن كل احتياجاته هي الصراخ او البكاء. فانا كحد كيرر او ككير جيفر او كأم لازم ابقى فاهمه ان ده امر ضروري وحيوي. هو الطفل جسمه جزء كبير من جسمه بيتكون من الميه، وجزء كبير من الميه داخل الجسم هو موجود خارج الخليه. وانس ان هو موجود خارج الخليه فبالتالي ده بيخلي فقدانه اسهل. فبالتالي هنس مور ايزلي افيلبل فور لوس. فقدانه اسهل كمان ازاي؟ الطفل دايما في مراحل البدايات حياته كده بيبقى عنده مشكلات كتيره قوي على مستوى الجي اي تي. يصاحب تلك المشكلات اللي على مستوى الجاسترو انتستاينال تراكت في لوس، سواء بقى من خلال البريزيستنت فوميتنج او من خلال البرولونج الدياري. ما دام في لوس والسوائل دي خارج الخليه فهتفقد بسهوله، مش هيفقد سوائل بس ده هو ما يقترن بيها من فقدان للالكترولايتس. هنا اصبح الطفل فيه عرضه للدهايدريشن، والدهايدريشن دي سيريس كونديشن كانت في فتره من الفترات في بدايه الثمانينات تقريبا نسبه المورتاليتي ريت الفيتال مورتاليتي ريت كانت كتير عاليه بسبب المشكله دي. يبقى في لوس ريزلتنج ان سيريس ديهايدريشن. طيب ننقل للي بعده. يبقى اتكلمنا عن الانرجي ديماند، اتكلمنا عن البروتين، اتكلمنا عن الووتر ريكويرمنت. طيب ايه اللي بعده؟ ايه اللي جاي ان احنا نتكلم فيه؟ برضه نبتدي نتكلم عن الميجر اليمنت ميجر مينرالز والفيتامينز. على مستوى المينرالز والفيتامين هاف امبورتنت رول ان تيشو جروث. طبعا كل هذه العناصر هي ليها اهميه ايضا في عمليات او لعمليه التيشو جروث اند مينتنس.
بالاضافه لي as well as in overall energy metabolism، معمليات الميتابوليزم اجمالا اللي هي الريت بتاعها عمال بيزيد ما دام في جروس، وجروس ريت سريعه. طيب اول ميجر مينرال هيبقى عليه ستريس هو ايه؟ الكالسيوم. الكالسيوم از نيدد سبيشالي ديورنج موست رابيد جروس ريت بيري، خاصة هذا العنصر بيبقى عليه أهمية قصوى في المراحل اللي فيها معدل النمو سريع، اللي هي فترة الانفانسي، فترة الادوليسنس. الانفانسي في مينراليزيشن، في مينراليزيشن للسكيلتون، في ترسيب لعناصر المينرالز حوالين الهيكل العظمي. عملية المينراليزيشن، عملية الترسيب دي للمينرال، تلك المينرال أو لهذه المينرال is completed. Bones grow. بيطول العظام او في اطاله او استطاله ليها. تطول. لا bones grow longer. تمام؟ احنا قلنا الطفل بيبقى طوله لو عند الولاده 60 سنتي بيبقى بيزيد 50%، بيبقى 90 سنتي عند لما بيحتفل بعيد ميلاده السنه الاولى. بيبقى التريبل عند اربع سنين، يعني 60 دول لما يوصل لسن اربع سنين بيبقى طوله 120 سنتي مثلا. يبقى في ايه؟ في ان البونز على مستوى جروبتت والعماله تبقى لونجر اكتر واكتر. تيس ار فورمد، الاسنان بتتكون في البدايه اسنان لبنيه وبعد كده اللي هي الاسنان البيرمننت. ان ادوليسنس ده فتره الانفنس. طيب الادوليسنس المرحله الثانيه اللي فيها الجروس ريت بيكون سريع، التغيرات اللي بتحصل، التغيرات اللي بتحصل على مستوى السكيليتون، المستوى الهيكل ككل، الهيكل العظمي ككل ككل grow most rapidly. زي ما احنا اتفقنا في تغيرات وحشيه بتحصل، في تغيرات جامده بتحصل من شكل طفل لوصول لمرحله المراهقه، بيبقى خلاص بنيته اختلفت كده، شكله كده مختلف 180 درجه تقريبا. ايه اللي حصل؟ طول كده، فرد طول زي ما بنقول. طول ده يعني معناها ان السكيلتون بقى على مستوى الجراس بقى most rapidly to its adult size او shape. خلاص الهيكل العظمي بتاعه خد شكل شاب، بنيه شاب مش طفل. ده على مستوى الطول. في ايه كمان؟ او التغيرات على مستوى الطول، في كمان البون دنسيتي، قوام او كثافه العظام نفسها. تمام؟ بارتيكولاري هو الاخص في اللونج بون، العظام الطويله زي عظمه الفخذ مثلا، الفقرات، الفرتبرا. كل ده، كل التغيرات دي سواء كانت في فتره الانفنسي سواء كانت في فتره الادوليسنس بتحتاج لايه او بتتطلب لايه؟ demand adequate calcium along with phosphorus. العنصرين دول عنصرين building زي ما اتكلمنا فيهم من قبل كده، ودول الاثنين دول بارتنر في بارتنر رئيسيين لتلك الوظيفه. هنضيف عليهم عنصر ثالث من الفيتامين، فيتامين جي. calcium must be emphasized during adolescence، لازم يتم التاكيد على هذا العنصر واهميته في تلك المراحل، تجنبا ريسك ايه؟ او تو ريديوس الريسك اوف اوستيوبروزس ان اولدر ادلت، تجنبا للتعرض لمخاطر اللي هي الاصابه بهشاشه العظام بعد كده في المراحل المتقدمه من حياتنا. الايرون، الحديد essential for hemoglobin formation، خلاص عرفنا وظيفته، بيلدينج بيساعد على تكوين ايه؟ الهيموجلوبين اللي هو في الريد بلاد سيلز اللي هو بين قوسين اكسجين كارير. الانفانت فيتال ستور از ديبليتد 4 to 6 مانثس افتر بيرث. طفل نازل سبحان الله واخد احتياج من الام، مخزون متخزن يكفيه، اللي مخزون اللي واخده من الام اثناء فتره البريجننسي يكفيه مده 4 أو 6 شهور. عشان كده يا جماعه عمليه الويننج لما بننصح بيها اي ام، وبالاخص للناس اللي هي لسه الخبره الاولى في حياتها، خبره الامومه يعني، مش قبل 4 شهور. هتبتدي ان هي تعمل تضيف عناصر غذائيه خارجيه بخلاف الفورميلا او بخلاف البريست فيدنج مش قبل 4 شهور. عنده ولله الحمد ما دام طفل طبيعي ما عندوش مشكله صحيه، عنده ولله الحمد ما يكفيه من خلال البوتل او من خلال البريست فيدنج. طب امتى بقى نبتدي نعمل عمليه الويننج؟ يعني عند 4 شهور للناس المستعجله، الناس اللي مش مستعجله عايزه تمشي واحده واحده كده، عند ايه؟ بعد الست شهور الاولى من اول سنه للطفل يبتدي ان احنا نضيف. طيب الاضافه دي انتروديوسنج اللي هيحصل، ان انا هبتدي ادخل عنصر خارجي، يهمني ايه في الموضوع بقى؟ طبقا لتسلسل العناصر المهمه، العناصر الغذائيه المهمه، ادخل له الاكل اللي فيه ايرون.
ليه؟ لأن المخزون اللي عنده منه يكفيه 6 شهور. بعد كده هيبقى أول عنصر عليه العين ومطلوب هو الحديد. اللي يبقى الأديشن عندي الإضافة هنا أوف سوليد فود اللي هي انريتشد اللي هي فيها أيرون زي إيه؟ الانريتشد سيريال. لما أجي أجيب سيريلاك لازم يبقى أشوف زي بالظبط الحليب. لازم أول شيء بيسألني عليه اللي بيبيعه لي هو طفلك أو أنا بقول له أوريدي عايزة سيريلاك أو عايزة حليب اللي هو المدعم بالحديد اللي هو الطفل عنده كذا سنه قد ايه. يبقى الريتش سيريال ممكن صفار البيض اللحوم. اللحم هنا مش اللحم العاديه طبعا، لسه قدره الطفل على المضغ والبلع والقصه دي، بس هنا مقصود باللحوم اللي هي كبده الدجاج مسلوقه كويس ومهروسه ومضروبه في الخلاط. يعني انا ببسط شكل العنصر الغذائي جدا جدا بحيث ان الطفل لسه بيجرب وبيدوق وما عندوش القدره على المضغ ولا البلع، هو بيعتمد على مهاره الساكنج فقط. فعشان ما نعملش مشكله بنبسط اي شيء بنديه له، بس نبقى عارفين بناء على عده برنسبل. انا عايزه ازوده بايه؟ شيء يفيده في المرحله دي اللي هو فيه الحديد. طيب اجهزه له ازاي؟ بالطريقه اللي يقدر يتناولها بيها. طيب اديله ايه؟ اديله عنصر واحد، بجرب معاه حاجه واحده، لان وارد ان يكون عنده تحسس من طعام معين انا مش هقدر احط ايدي عليه او اعرفه لو انا اديته اكتر من عنصر في نفس الوقت. انا بجرب بس صفار بيض، بجرب كبد دجاج مع خضار بسيط مسلوق ومهروس ومضروب في الخلاط وهكذا. انا بجرب حاجه حاجه، ما انساش ان دي معده الطفل الكباسيتي بتاعتها محدوده جدا، ما اقعدش احط اديله كميه كبيره مره واحده. نقف عند كده، السيشن قربت تخلص، بندخل من نفس اللينك على السيشن الثانيه، واصحاب السيمينارات يكون رجع قبل ما افتحها. يلا يا جماعه، يا ريت انتوا حضور 63 حضور يبقى موجود علشان اشوف قائمه الحضور وضعها ايه في السيشن الثانيه.